اكيد نروح للمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. تليفون مهم اكيد في ملفنا اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. باشمهندس مساء الخير. ازيك احمد دي؟ ازي صحه سيادتك وبمسي على عصام بيشا التوت. انا حاسس ان انت بتتكلم من بعيد، انت فرنسا ولا ايه؟ ايوه تحت امرك. ايوه بالظبط تحت امرك. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ عمر عصام بيشا. طب الحمد لله. انت موجود في فرنسا واخبار الرعايه ايه والبث ايه والتحالف اللي احنا دايما بنقرا عنه؟ احنا دخلنا في التحالف بتاع النادي الاهلي والمقاصة وإنبي والمقاولين العرب، وعشان انا اعتقادي ان لما يبقى في اتحاد بيبقى اقوى، يعني لما يبقى مجموعه من الانديه او الانديه كلها بتبقى وهي بتتكلم مع اي مشتري بيكون اقوى ما يكون نادي لوحده. صحيح. يكون نادي لوحده. طبعا هي حريه شخصيه لكل نادي بس دي وجهه نظري. ايوه. وانا كنت اتمنى ان التلفزيون ان الاتحاد الكوره يعني يعمل مناقصة عالمية، يطرح مناقصة عالمية بعد ما يدي قناة المصرية قناة أرضية وقناة فضائية مصرية مقابل البث، وبعدين يطرح مناقصة عالمية ويمنع الجزيرة ويمنع إسرائيل أنهم يشتروا الدوري. أكيد كنا هنجيب ثمن أكبر كتير قوي ما كل نادي يتفوض لوحده. دي وجهة نظري الخاصة يعني، وهي وجهة نظر صحيحة واكدناها قبل ما حضرتك تبقى معانا، وقلنا ان التحالف ده تحالف نبيل لانه بيلقي الضوء زي بره عن مجموعه ستبحث الى اخر مدى عن فوائد عظيمه لانديتها. أيوة. اشكرك عصام بيه، والله هو رايي كده بالظبط زي ما سيادتك بتقول كده. وحضرتك يا فندم متوسم ان ده اللي هيحصل الفتره اللي جايه بهذا التحالف مع النادي الاهلي ومع المقاولين ومع دجله؟ اصل حضرتك طبعا، اصل حضرتك الدوري السعودي متباع بثلاثة أو أربعة من مليار ريال لعدة سنوات، يعني على الأقل بمية مليون دولار في السنة. الدوري المصري ما يقلش عن الدوري السعودي، فإحنا لو ادينا للتلفزيون المصري حقه، وده حق طبيعي للشعب المصري، قناة أرضية وقناة فضائية مصرية مقابل شارة البث، واتطرحت في منقصة عالمية كل الأندية مع بعض، هتيجي هيجي مبلغ كبير قوي. لكن طبعا لما أي شركة، مع الاحترام للشركة ومع الاحترام لكل الناس، هيتفاوض مع نادي منفرد بياخد كل حقوقه نظير مبلغ بسيط قوي. وعايز اقول في انديه كتيره جدا مضت لانها كانت في اشد الاحتياج للفلوس. طبعا كان ممكن لو وحده واحده تحت رعايه اتحاد الكوره كان هتيجي المبالغ دي. طيب. لكن احنا نتعشم برضو ان احنا يعني ما يترك كله لا يدرك كله، ان احنا التحالف الخمس ست انديه دول مع بعض، وفي الاهلي طبعا اللي هو اكثر حاجه عليها طلب وعليها بيع وعليها مشاهدة، أكيد طبعا هو عصب الدوري، مع الاحترام للزمالك طبعا، الزمالك في المرتبة الثانية، هنقدر نجيب فلوس كويسة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. يعني التحالف دوت هل بالفعل يا باشمهندس أن هناك أندية ترغب مضت الناحية الثانية أو كانت مع الشركة الراعية؟ أنا سامع كده الكلام ده من امبارح، هل بالفعل هناك بعض الأندية عايزة تخش تحالف النادي الأهلي وسموحة؟ أنا بيني وبين حضرتك لا استطيع ان اتكلم الا عن نادي سموحه بس. جميل. انا ما اعرفش الانديه الثانيه طبعا ماذا يحدث فيها، لكن انا بتمنى. ما سمعتش حاجه عن الكلام ده يا فندم؟ والله بص عايز اقول لك حاجه، السمع كتير جدا، انما بقى التصرف والواقع شيء اخر. جميل. عايز اروح معاك لملف اخر بخصوص بعض التصريحات اللي خرجت على لسان حضرتك فيما يخص انضمام لعيبه سموحه. يمكن انا كان معايا امبارح كابتن عبد الظاهر السقا، من الاسماء اللي انا وقفت قدامها انها ما انضمتش لمعسكر المنتخب طارق حامد، افضل لاعب خط نص في مصر دلوقتي. طارق حامد مصاب. مصاب. طارق حامد للاسف عنده العضله الضمه، مصاب، بنتمنى له الشفاء طبعا زي ما سيادتك بتقول. هو لعيب مميز جدا وانهى الموسم طبعا احسن واحد في خط الوسط في مصر، في كاتفندر في مصر طبعا. انا طبعا الكابتن شوقي غريب اخويا العزيز، وانا يعني تربطني بيه صداقه واحترام وبثق فيه جدا، وبتمنى له كل نجاح وان شاء الله هينجح. بس انا بعتب عليه كان ايمن اشرف وعلاء علي دول، يعني طبعا هو له وجهه نظر انا بحترمها، لكن اللعيبه الاثنين دول يعني كانوا من النجوم الحقيقيين وكانوا من افضل الناس في مراكزهم. كنت اتمنى ان هم يكونوا في المنتخب، لكن طبعا احنا بنحترمه وفي النهايه بنتمنى له التوفيق. يعني سموحه فيه عدد كبير من اللاعبين
كانوا مميزين جدا 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 وكانوا نجوم على مستوى عالي قوي قوي قوي. اكيد يا فندم. عارف عدم انضمامهم للمنتخب بيؤدي الى احباطهم. طبعا جهز بقى الكابتن شوقي بقى ايه محرج ان يضم سته من سموحه او كده، لكن سموحه كان هو الوصيف للدوري والوصيف الكاس. يمكن علشان يقول لك ايه، يقول لك اصل هو كان ماسك سموحه فبيجامل اللعيبه، ما هو الناس تقول لك كده. هم اللعيبه، هو ممكن يكون هذا الكلام، ممكن يكون هذا الكلام، لكن في النهايه انا بتمنى له التوفيق، وهو راجل مدرب مصري محترم وقدير وفاهم شغله كويس. تمام يا فندم. تمام. في النهايه يهمنا ان مصر تكسب بس. عندي خبر يا فندم برضو عايز اخد راي حضرتك فيه، وعايز اعرف صحه الزمالك يغري سموحه ب 5 مليون جنيه من اجل طارق حامد. دي اخر قصه بقى فيما يخص طارق، وان في تليفون اخير حصل. انا لو عايز ابيع طارق حامد اقدر ابيعه باكتر من كده. طبعا المستشار مرتضى اخويا العزيز يعني حبيبي يعني وراجل جميل جدا، لكن طارق حامد كابتن الفرقه وعصب الفرقه، وانا ما اقدرش ابيعه، وكابتن حماده صدقي ما يقدرش يستغنى عنه، واحنا مستجيبين لكل طلباته، ما عندوش اي مشكله ماديه. طب اخر مره اتكلموا معاك في الزمالك كان امتى يا فندم؟ والله الكابتن المستشار مرتضى منصور بيكلمني كتير، لكن اخر مره كلمني في الموضوع ده كان من 8 ايام او 10 ايام. لكن عايز اقول لك حاجه، حتى هم ما بعتوش فاكس رسمي للزمالك، يعني كله كلام بس اجتهادات بس. لا هو الراجل يعني له عشم وعشمه في مكانه، هو راجل اخ وصديق وحبيب وشخصيه ظريفه جدا، وانا كنت اتمنى ان البي له طلبه بس ما اقدرش. بس انا عندي طب انت كرئيس نادي سموحه، انا عندي معلومه مؤكده وحضرتك اكيد عندك، لان انت عارف كل كبيره وصغيره في الفرقه، ان الولد نفسه بيتمنى يروح نادي الزمالك. هتتعامل نفسيا معاه ازاي السنه الجايه؟ طارق حامد ده ابني، واخد ابراهيم عبد الخالق ده ابني، وولادي كلهم، وانا يعني عارف طارق حامد وفاهم طارق حامد واعرف اتعامل معاه يعني بكده بالاصول وبالاحترام. وبعدين يعني هو في سموحه واخد وضعه في المكان ده قوي، في المكان ده في سموحه فيه هدوء تام، في سموحه ما فيش مليم متاخر له او لاي حد. هو مش معلوش اي ضغوط جماهيريه وضغوط عصبيه. انت عارف اللعيب في الزمالك بيبقى معرض لضغوط جامده جدا، في لعيبه جامده قوي ما بقللش من قيمته موجوده في المكان ده. وبعدين النجاح عده عوامل مش اللاعب فقط. اكيد. فهتعرف ازاي تلم الموضوع وهتعرف ازاي. هو كلمني وقال انا مش عايزك تعلمني، هو منتظم في التدريب وفي سموحه راح المنتخب. مظبوط يا فندم. هترجع من فرنسا امتى بقى؟ هترجع من فرنسا امتى؟ ان شاء الله انا يوم 29 هكون في مصر باذن الله. ان شاء الله تيجي بالسلامه يا فندم. ان شاء الله. وبمسي على عصام بيه، هو عايز يمسي عليك اهو. انا عايز بس اقول لك انه يوما ما يعني في كتب التاريخ في الثغر وفي مصر كلها التاريخ الرياضي سيكتب اسمك كما يليق برجل اعاد لاسكندريه هيبتها الرياضيه، واعاد احلام جميله على شط اسكندريه فعلا، عوضت الناس عن غياب سيد البلد طبعا اللي كلكم بتحبوه الاتحاد الزعيم. لكن النهارده بنتكلم مع رئيس نادي سموحه عن لعيبه سته في منتخب مصر، وعن امال وطموح لاكثر، وعن انه وصيف لي انا اعتبرهم سته، وصيف للدوري والكاس وكان الاقدر. الحقيقه كل الشكر لرجل عمل، وكان المال العام هو مال خاص والثمان سنين ولم شاف ان الكوادر اللي هي التاريخيه دي ولم يكلف الدوله مليما. يعني انا بشكر سيادتك، انا بشكر طبعا عصام بيه جدا وبشكر حضرتك، لكن انا هقول كلمه لازم اقولها بالامانه، يعني انا بتمنى ان احنا يعني يحكمنا صوت العقل في شيء جميل. انا بحترم طبعا الوزير جدا وراجل بيفهم جدا، لكن لازم ندي للجمعيات العموميه حقوقها. انا لا ببحث على نادي ولا ببحث عن غيره، لكن للاسف لو محمد فرج عمل ساب سموحه ده هينزل درجه ثالثه، وانا اسف ان انا اقول سموحه هيتباع كراسيه والاخوان المسلمين يلعبوا. انا مع حضرتك. سموحه هيتباع. لا طبعا سموحه يا فندم هيتباع، وايه؟ الاخوان المسلمين هيقفزوا عليه. هيتباع الكراسي هتتباع حضرتك. النهارده ده اغنى نادي وارقى نادي. النهارده انا عندي، بص سيادتك، عندي خامس العالم في الجمباز عمرها ما حصلت في الاولمبياد. عندي ولد صغير طلع الرابع مكرر في السباحه. عندي نتائج هايله في الاولمبياد. يعني انت يا فندم، طب انت يا فندم، انت يا فندم موجود كرئيس نادي لحد شهر ثلاثه صح؟ لغايه شهر ثلاثه. بص هو لازم الجمعيات العموميه تفعل، اما يبقى في 50 60 الف
مستشار، على صحفي، على دكتور، على مهندس، على ضابط، على الكلام ده. مش معقول انا صادر رايهم كلهم واقول انا هجيب المجلس يقعد سنه. ما انت لو الفاشل مشي بعد يوم والكويس قعده. احنا بندور على الكواد. انا مش لحاجه والله، ما باكي على حاجه. انت خايف على النادي يعني؟ يا بيه مش هيتدمر والله، قسما بالله العظيم هيتدمر في اقل من شهرين، قسما بالله العظيم هيتدمر في اقل من شهرين. باشمهندس فرج عامر بشكرك شكرا جزيلا وحاسس بيك. كلام حقيقي. كلام حقيقي؟ اه طبعا. هيتباع؟ هيتدغدغ فعلا، لانه في كده عاده مصريه الراجل مالوش ذنب فيها، ان عندما ياتي رجل مجيد، واخد بالك؟ اولا بيبقى اصحاب المصالح والسبابيب يمتنعون، وبالتالي بيسيبوه لوحده. بينشئ ما انشاه، وانت عارف انه ما خدش مليم فعلا من الدوله. وفي نفس الوقت ابعاده معناه قفزة إخوانية قاومها الراجل ده، وإحنا بنتكلم عن إعلام وعن مواطن مصري، قاومها بشدة وقت ما كانوا في الحكم، الله لا يعيدها. فالآن هتبقى فرصة للتصرف من خلال عدم تطهيرنا للجامعات العمومية ورفع ثقافتها. نطلع فصل. نطلع فصل.